نحن بصدده اليوم هو أن تأتي الأكاديمية العربية للمياه، والتي هي ولدت من رحم مجلس محافظين المياه، الذي ولد أيضا من رحم الجامعة العربية، هو الحقيقة يجعلنا نقف أمام مجموعة متغيرات محمومة ومتسارعة تبرز في أهمية هذه المرحلة وخطورة ما نحن فيه من ندرة المياه. وللأسف الشديد أن ندرة المياه في العالم العربي هي ندرة كبيرة تعلو على ندرة المياه في العالم أجمع. فبينما نصيب العالم العربي من المياه يعتبر من أشح الأرصدة التي تتمتع بها الدول، فإن استخدام المياه أيضا في العالم العربي استخدام جائر. وكما قلنا أن الندرة تجعلنا ننظر بعين واعية في مسألة الإرشاد والترشيد، وقلنا أن المنهج العلمي هو الأساس في تعاملنا مع المياه في الفترة القادمة، ذلك أن معظم الدول الآن أصبحت تفكر الصراعات القادمة هي صراعات موارد، وأهم مورد المياه. من حسن الطالع أيضا ونحن نوقع اليوم البروتوكول أنني اتخذت قرارا ونحن نستقبل أعتاب الآخرة ونودع أعتاب الدنيا في مرحلة من العمر، أن نوجه تلت رأس مال المجموعة التي نملكها إلى الوقف الخيري. ولذلك تصادف أن تكون الأكاديمية أول من تستفيد بهذا التلت من الوقف الخيري إن شاء الله. أستاذنا الدكتور مفيد شهاب هو الذي يتولى الآن عملية إقامة وإنشاء هذا العمل المؤسسي الضخم الذي نعطي فيه بروتوتايب عن تعظيم دور الوظيفة الاجتماعية رأس المال. بعض الناس يعتقد أن تعظيم دور الوظيفة الاجتماعية رأس المال نوع من الرفاهة الفكرية أو نوع من المن من الغني على الفقير، وهذه حقيقة غائبة عن كثير من الأذهان. إنما تعظيم دور الوظيفة الاجتماعية يحقق السلام الاجتماعي أول من ينعم به الغني، فهي نظرية اقتصادية تحمل في طياتها بعد اجتماعي، ونظرية اجتماعية أيضا تحمل في طياتها بعد اقتصادي. فهذا ليست منا، بل هذا ما أمرنا. المال مال الله ونحن مستخلفين فيه، ولذلك الدعوة إلى الله لا تكون بالكلمة ولا بالحكمة ولا بالموعظة بقدر ما تكون بالسلوك وبالقدوة. نحن في ظروف تتطلب من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان عنده فضل مال فليعد به على من لا مال له. الأمة تحتاج نوع من التضحية والإيثار وإنكار الذات في مرحلة من القادرين، والقادرين كثير ما هم، وليس القدرة قدرة مالية فحسب، ولكن القدرة تتعدى القدرة المالية إلى القدرة الذهنية إلى القدرة العلمية إلى القدرة المعرفية إلى القدرة الطاقية الإنتاجية التي تظهر لهذا المجتمع جوهره. وده ما يطلق عليه باقتصاد المعرفة، وده ما يطلق عليه في العالم الحديث بالكرياتيف بيبول أو الإبداع. ولذلك الوقف سيكون للإبداع والإبكار. وانطلاقاً من تطوير استراتيجيات الأكاديمية والتواصل مع المؤسسات التعليمية الرائدة في مصر والعالم العربي وفي مقدمتها جامعة سيناء، وفي مرحلة الأكاديمية الجديدة وبناء على موافقة الجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه على العرض المقدم من الجامعة، وافقت جامعة سيناء على استضافة الأكاديمية العربية للمياه وتوفير الدعم اللوجستي والفني والمالي لتغطية تكاليف أنشطتها وتنفيذ برامجها من أجل تحقيق رسالتها. وهذا وقد أنشئت جامعة سيناء بناء على قرار جمهوري عام 2005 لتضم عددا من الكليات والمعاهد العليا المتخصصة
وتعد الجامعة مؤسسة عريقة للتعليم العالي وأحد المراكز التعليمية والرائدة بمصر والمنطقة العربية، وتحتل جامعة سيناء مركزاً يتيح لها قبول تحديات القرن 21 التي يتصدرها قضايا المياه من عجز في الموارد وتدهور في النوعية للوفاء باحتياجات المجتمع والتنمية في ظل الزيادة السكانية المطاردة والتغيرات المناخية الحالية، وهو ما يستلزم مواجهته بالمنهج العلمي من المراكز البحثية والعلمية والتعليمية ومنظمات المجتمع المدني. وأنني لأنتهز هذه الفرصة لأعبر عن ثقتي الكبيرة في أسرة جامعة سيناء من إدارة وعلماء وأعضاء هيئة التدريس وعاملين بما تملكه الجامعة من إمكانيات وكفاءات متميزة قادرة على تبني كافة الأفكار والرؤى الإبداعية والتي تحقق رسالة سامية للأكاديمية كموقع علمي وتربوي. بهنيكم بالتوقيع البروتوكول دوت. لو كلمنا عن المنطقة العربية، احنا عندنا تحديات كتير. التحديات دي بتتمثل في تغيرات مناخية، درجة الحرارة هتزيد، استهلاكنا في المياه هيزيد، زيادة سكانية، معدلات زيادة سكانية عالية، زي هتأدي لزيادة الطلب على المياه، كفاءة استخدام مياه، مناطق جافة، أغرب مواردنا المائية بتنبع من خارج الحدود، الخزان الجوفي عندنا في نوع من الاستنزاف ليه فلازم نبص عليه. تحديات كتيرة برضو. من التحديات اللي هي الأهم إن إحنا بنستورد كل حاجة، بنستورد التكنولوجيا، بنستورد العلم، بنستورد الخبرة. مهم جدا ما بنولدش تكنولوجيا عندنا، ما بنولدش علم عندنا. مهم جدا إن إحنا يبقى عندنا أكاديميات، مش أكاديمية واحدة، أكاديميات ومراكز تميز ومراكز بحثية تتعامل مع المشاكل بتاعتنا.